امبارح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع اتفاقيتين لمشروع انشاء محطه انتاج الكهرباء من طاقه الرياح بقدره 200 ميجا وات بخليج السويس. ده طبعا بياتي في اطار استراتيجيه الدوله لتعظيم دور الطاقات الجديده والمتجدده في مزيج للطاقه ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه طبعا في اقامه محطات التوليد من طاقة الشمس وأيضا الرياح. تفاصيل أكتر هنعرفها من المهندس الاستشاري أحمد صلاح الشناوي وكيل شعبة كهرباء بالنقابة العامة للمهندسين. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا وسهلا باشمهندس. لو حضرتك تقول لنا تفاصيل الاتفاقية وأهميتها إيه؟ بص يا فندم، احنا في مزيج الطاقه في مصر احنا بنستخدم كل مصادر الانتاج، كل مصادر الطاقه لانتاج الكهرباء. فاحنا عندنا محطات طاقه شمسيه، محطة بنبان دي من أكبر محطات الطاقة الشمسية بطاقة 1582 ميجا وات، وعندنا محطات على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس طاقة رياح، منهم محطة جبل الزيت أكبر محطة طاقة رياح في العالم 582 ميجا وات، وفي الزعفرانة والعين السخنة. الاتفاقية دي اللي هي اتعملت امبارح اللي هي معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي هي طاقة رياح على خليج السويس ب 200 ميجا وات. كل ما بنعمل محطات طاقة جديدة ومتجددة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري اللي هو الغاز الطبيعي والمضاد في محطات الكهرباء التقليدية. احنا نسبة الطاقة الجديدة المتجددة في إنتاج الكهرباء عموما حوالي 25%، إن شاء الله بنأمل في 2030 توصل 35% من إنتاج الكهرباء. أكيد. عظيم. وده يا فندم من تأثير مثل هذه الاتفاقيات. يعني فندم النسبة دي في مؤتمر المناخ كوب 27 اللي كان اتعقد تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، في اتفاقات جديده كتيره توقعت لعمل محطات طاقه جديده متجدده، منهم محطه بغرب سواج دوله الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه، وقعوا اتفاقات كتيره مع مصر لاقامه محطات طاقه شمسيه وطاقه رياح، لان احنا عندنا المناخ كويس، احنا عندنا الاطلس الشمسي بيبين ان كثافه اشعه الشمس ممتازه. تمام. تاني حاجة سطوع الشمس، احنا حضرتك الشمس بتطلع عندنا مش أقل من 8 ساعات وساعات توصل 10 ساعات. ده كان السؤال دلوقتي يا باشمهندس، كنت أسأل حضرتك عن المقومات اللي ممكن تخلي أي شركات عالمية توقع مثل هذه الاتفاقيات مع مصر. برافو على حضرتك. طبعا المستثمرين مش بيجي عشان هنا، يعني بيجي عشان في مميزات كتير. أولا إن الأطلس الشمسي كويس جدا، عدد ساعات سطوع الشمس كويسة جدا 8 ساعات أو 10 ساعات، فطبعا دي مميزات كتيرة إن أنت تاخد تبقى كفاية اللوح الشمسي كويسة. طبعا في عماله كويسه، في مهندسين وفنيين على اعلى مستوى. الدوله بتقدم تسهيلات كتيره جدا للمستثمرين، مش عايز اقول ان الارض بتديها لهم ببلاش، لا، على تسهيلات كتيره قوي توصل ل 20 سنه او 30 سنه. الطاقه المنتجه من المحطات الطاقه الشمسيه اللي بيعملها المستثمرين او طاقه الرياح بناخدها على الشبكه الكهربائيه، ده وزاره الكهرباء بتشتريها منهم، فهو ضامن فلوسه وضامن نجاح المشروع ان شاء الله. طيب احنا بنتكلم عن مشروع، حضرتك بتتكلم في ان هو هيساهم في زياده مشاركه الطاقه المتجدده في مزيج الطاقه بقى اللي موجود بصفه عامه، اعتقد ان ده مستقبلا ممكن يساعدنا اكتر في ان احنا نقلل انبعاثات الكربونيه، ان احنا نقلل التلوث، ويساعدنا كمان في الحصول على طاقه بسعر افضل. تمام، برافو حضرتك. السؤال ده توضيح كويس قوي ليه الناس بتسال ايه اللي انا هستفاده من الطاقه الجديده ومتجدده. طبعا اولا حاجه بنقلل الانبعاثات الكربونيه وبنقلل استخدام الغاز الطبيعي. طبعا احنا كنا عانينا الشهور اللي فاتت من تخفيف الاحمال، ودي كان بسبب النقص في الغاز الطبيعي والمازوت. طبعا كل ما احنا بنعمل غاز، كل ما نعمل محطات طاقه جديده طاقه شمسيه او طاقه رياح، بنقلل كميه الغاز الطبيعي اللي بنستخدمها في المحطات. لو احنا مثلا عايزين 10 ميجا، لا 10 ميجا دول هيستخدموا كميه غاز طبيعي معينه، لا انا 10 ميجا دول هاخدهم من محطه طاقه شمسيه او محطه طاقه رياح، فكده هقلل كميه الغاز الطبيعي، مش هيبقى فيه تخفيف احمال ان شاء الله. فالدوله الصراحه بتسرع جدا جدا في انتاج الكهرباء من طاقه جديده ومتجدده. وفي برضه مشروعات الهيدروجين الاخضر الدوله برضه قايمه فيها، اللي احنا بنحلل تحليل كهرباء للميه ويطلع الهيدروجين الاخضر، ده برضو يعتبر طاقه نظيفه، والدوله عملت مصنع في المنطقه الصناعيه قناه السويس. عظيم. مستقبلا احنا متخيلين ان الدوله ممكن تفتح مجال الاستثمار في مجال الطاقه المتجدده، يعني احنا كده دلوقتي بنفتح الباب للمستثمرين انهم يقدروا يدخلوا في هذا الموضوع، ما يبقاش فقط من الجانب الحكومي. ايوه يا فندم، كل مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده بتبقى مساهمتها من المستثمرين، يعني ميزانيه الدوله ما بتحملش اي ميزانيه غير احنا بنديهم الارض، والارض برضو بنديها لهم بتسهيلات كتيره. زي ما قلنا ان في اطلس الرياح، يعني احنا من المشروعات انتاج الكهرباء من طاقه الرياح على ساحل البحر الاحمر، لان برضو زي ما في اطلس شمسي في حاجه اسمها اطلس الرياح. سرعه الرياح على البحر الاحمر
بتتراوح من 10 متر في الثانيه و14 متر في الثانيه، ودي سرعه اقتصاديه، سرعه مهمه جدا لتدور توربينه الرياح. انا ممكن احط توربينه رياح في اي مكان بس مش هتدور بالسرعه الكافيه، يعني زي ما يكون عندك حضرتك مروحه مثلا عملتها على السرعه الاولانيه، اسمها شغاله بس ما بتجيبش هواء. فبرضه توربينه الرياح على ساحل البحر الاحمر مكان ممتاز، يعني اصلا الرياح برضه ممتاز ان انت تعمل محطه طاقه رياح على ساحل البحر الاحمر، وزي ده احنا عندنا الزعفرانه وجبل الزيت والعين السفن. فكل دي المستثمر قبل ما يجي بيشوف اطلس الرياح والاطلس الشمس، ده ممتاز، هل الدوله بتدي تسهيلات؟ بتدي تسهيلات، هل في عماله فنيه؟ في عماله فنيه كويسه، هل الدوله هتشتري الكهرباء بعد ما انتج منتج الكهرباء؟ اه بتشتري الدوله، كل ما يكون مصادر انتاج الكهرباء في اماكن قريبه من الشبكه الكهربائيه انت ما بتحتاجش على خطوط كبيره، ما فيش فقد كهربي، فبتاخد يعني هو الفقد، هو احنا عندنا بالمناسبه عندنا نوعين من الفقد، فقد فني اللي هو زي ما حضرتك قلتي ده اللي هو بيبقى في مسافات بعيده، او فقد تجاري اللي هو سرقه التيار الكهربي. والحمد لله في حمله كويسه في التلفزيون دلوقتي عن اضرار سرقه التيار الكهربي، وده من ضمن الاسباب انقطاع الكهرباء، سرقه التيار الكهربي دي حاجه سيئه جدا جدا يعني. أكيد أكيد، كل الشكر ليك المهندس الاستشاري أحمد صلاح الشناوي وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، شكرا جزيلا ليك.